انا مسؤول ديال الحراس، جاو يعيطوا لي الحراس قال لك ودير العافيه شعل في القيصريه، كاين الدخان في القيصريه. جيت عند الحوان ديال باطا العربي باطا الوحده ونص جوج لاروب، بين الوحده ونص جوج لاروب، دابا الدخان خارج فهمتي. عيطنا على المسؤولين وشافوا داك الشيء، شعلات العافيه ما صابوش من يخرجوا، دابا دخل العافيه دخل السده ديال الحانوت وتفرقات السده ومع الدخان ديال الصباط وداك الشيء ما سيطروش عليها. احنا الصباح ان شاء الله الصباح كانوا جاو عيطوا علينا هنا دقوا النايب بحال هكا، جينا لقينا العافيه شاعله هنا السبب ديال واحد السيد هنا كيبيع هادشي ديال الحوت هو اللي كان وقع عليه السيركو ديالو. ملي دخلنا هنايا بغيناهم يوقفوا حيت كان البرد شويه كان ضارب هكا كان كيدفعها كيتباع. جيتنا هنايا دوينا مع صحاب الوقايه المدنيين اللي داروا الخدمه ديالهم وداروا اكثر من الجهد ديالهم، ما قدرتش توقف تمايا، دخلت عندنا هنا المحل بقات شاده هنا تقريبا واحد ساعه ونص هنايا عندنا في المحل. عندنا هذاك الشيء ديال البونج ديال التواب، هذا الشيء ديال الطابيسي ديال الكوسانات، يعني هذاك الشيء خسائر كثيره كما كتشوف، هذا الشيء كاع خرجناه تما كل شيء كاع تضرر. الخسائر ما نقدرش نقول لك حيت هادشي كثير بزاف هنايا، وتا الحيط اللي فارق ما بيننا وما بين المحل الاخر تا هو كان تا هو تهرس. الا بغيتي كاع تدخلوا تشوفوا ماشي مشكل. السلعه كلها مشات، حاقت اسني احذيه الصباط، احذيه الصباط ديال الرجال وديال الاولاد الاطفال الوليدات، ايوا كلها مشات 30 مليون تقريبا ديال السلعه كلها مشات. ايوا هادشي هو اللي كاين. انا خويا عيطوا لي مع 8 ديال الصباح، جيت ما وصلت لديك 8 و4، جيت لقيت الناس الغاوت نايض هادي حتى الحساسه ما خلوناش ندخلوا شي وحدين مع البومبي ماشي حساسه. عاد مشينا عند الحساسه عاد دخلنا لقينا الحانوت صافي اللي عطى الله عطى كل شيء مشى. احنا ضررنا بزاف لان فعلا نيت فعلا نيت فعلا نيت ما كانوش الناس، وكانت الجمعة كنا البارح حنا سادين، يعني شكون غادي يجي يعلمك؟ اللهم بعض الناس اللي جاوا علمونا هي باش جينا وباش انا اضطريت حليت لهم المحل ديالي من هنا، وعلى حاش عندي فيه جوج واجهات بيه باش دخلوا الناس ديال المطافيه باش دخلوا القيصريه باش حدوا من انتشار هذا الحريق، لان لا قدر الله كون ما كنتش انا بشي ربما القصيده كانت تمشي كامله. والحمد لله على لطف الله، قدر الله ما شاء فعل. وحنا واش غادي نقول لك خويا، ما نقدرش نقول لك انا في حد ذات الخسائر ما شاء الله وصافي. غير ملي كنشوف بحال الكره ما خسائر ماديه وخسائر نفسانيه وخسائر ما شاء الله خويا صافي. وبالنسبه للمحل تقريبا هنا على ما يدعي على شي 25 محل اللي هو دابا تحرق، وكانت هاد الحريق تتزامن مع الفتره ديال العيد، الانسان كي يعني كيديروا البضائع ديالهم بكثره وكيستوكيهم، واذا به دابا كلها مشات. لا تامين ما عندناش تامين. انا كنت واحد الخطره درت تامين فعلا، درت واحد العام، والعام الثاني اللي بغيت نعاود نسوريه ما بغاوش يسوروا لي، قال لك لا حنا ما نقدروش نسوريو للسوق بحال هكا، كون كان عندك المحل ديالك تحت الدار ولا شي حاجه راه نسوريو لك، ولكن هاد الناس ما سوروش ليا وصافي، وما بقاش انا ما بقاش شفت الناس اللي غادي يوقفوا معايا باش نسوري.